واحد بيقول سؤال من مشاهدي ساد سبع: كيف يرتبط الإنسان الروحي بالشعور بالفرح والنصرة في المسيح مع الشعور بالانسحاق والحزن على الخطايا؟ الحزن على الخطايا لا يستمر طول العمر طبعا، وإلا الحياة تبقى كلها كآبة يعني. لكن فيما تشعر بأنك خاطئ ومنسحق، أشكر ربنا اللي أعطاك المغفرة، وأشكر ربنا اللي حمل خطاياك، وأخلط بين الاثنين. قل أنا خاطئ، لكن أنا فرحان أنك أنت غفرت خطيئتي.